السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. الامريكي ماشي طبيب، ماشي طبيب، مات ليه باه ومو ونسيبو ونسيبتو خوه وخالو وعم كلهم ماتوا بالسرطان. سميتو تاي بولينجر، تي واي تي ايغريك، ها بولينجر، كتبوها في جوجل راه غادي ممكن تشريو الكتاب، ها سوانا شي 10000 ريال ولا 15000. طاي بولينجر الف واحد الكتاب ملي باتوا ليه هذو كلهم بالسرطان، خد طياره وبدا كيتسالى في العالم بسبب السرطان. حتى وصل لالمانيا ريح يومين عرف اسباب السرطان رجع لامريكا وكتب هذا الكتاب هذا، الفو فيه تقريبا شي 500 صفحه ديال طاي بولينجر. والفقره الاولى ديال هذا الكتاب هذا سميتها صناعه السرطان. سمعتوني مزيان يا اخي؟ سمعتوني اش قلت لك؟ هكا ان السرطان كيتصنع، صناعة السرطان، ان كاين شركات وجهات كيصنعوا السرطان. هذا طاي بولينجر هذا ديال الفقرة الأولى ديالو الشابتر، شابتر 1 كاتب فيه صناعة السرطان. قلت لي ماشي غير صناعة السرطان، صناعة الأمراض. على مال الربو هذه الضيقة والحساسية ماشي مصنوعين؟ على مال هذا الانفيرتيليتي، هذا العقم عند الرجال وعند النساء ماشي مصنوع؟ على الغدة الدرقية عند النساء ماشي مصنوعة؟ عليها كلهم الامراض كلها مصنوعه، يعني ما كتجيش هكاك عفويه، يعني مريح دارك عاد تجيك المرض ما يمكنش. فواحد الوقيته من وراء الحرب العالميه الثانيه بداو كيقولوا الناس ان التغذيه الراقيه هي اللحوم، لان ديك الساعه الطب كان تقدم على فاكسيناسيون مع لي زونتيبيوتيك لا بيليسيلين وهذا الشيء. قالوا علي احنا عرفنا جسم الانسان، عرفنا الريه والقلب والكليه والمصارن والمعده والمخ وداك الشيء عرفناه، عرفنا اشنو خص الجسم، خصو بروتين، خصو لي لو غرا، خصو لي سكر، خصو لي فيتامين، وخصو لي مينيرو. ما محتاجينش العقيده وما محتاجينش الدين وما محتاجينش الله. من تما منين جاء المصطلح ديال العلمانيه؟ اشني العلمانيه هذيك الساعه؟ قالوا غنعيشوا بالعلوم. والمصطلح كان مزيان في الاول، غير من بعد سيس، من بعد عوجوا ولا كيطلق على حوايج اخرين، ولا اللادينيه ولا معاداه الاسلام. ما كانش في الاول، ما كانش العلمانية والناس بغاو يعيشوا بالعلوم، لأنهم تقدموا بغاو يعيشوا بالعلوم، ولاو عارفين كل شيء بغاو يعيشوا بالعلوم، ما محتاجينش العقيدة. قالوا واه جسم الإنسان ما يقدرش يخزن الأزوت، غنعطيو اللحوم. وأن اللي ما كياكلش اللحم كيبقى فيهم مسكين، ها؟ بور. خاصك تاكل اللحم، أش داروا؟ قالوا اللحم والأجبان، يعني الألبان، والخبز أبيض، نحيدوا النخالة نعطيوها للحيوان، وناكلوا الخبز أبيض زوين، وصافي وحنا غنعيشوا 300 عام. ملي بداو كياكلوا اللحوم والأجبان، وحيدوا الألياف، حيدوا الخضر والفواكه والمسائل هذه، ما تيعرفوش هما الحلبة وحب الرشاد والثانوج وحبة الحلاوة والنافع والكروية والزنجبيل، ما كيعرفوهمش كاع في أوروبا، ما معروفينش، غير معروف. يلاه الآن لي ناتيروباط في كندا وهذاك الشيء عاد بداو كيهضروا على السيزان، على هذا الزنجلان، وبداو كيهضروا على الفلاكسيد، هذا حبة حبوب الكتان، وعاد بداو كيتكلموا على الكرويه، وبداو كيتكلموا على حب الرشاد، يلاه بداو كيتكلموا، عاد ما عاد قايلين بسم الله. هاد الحبوب كانت ما يعرفوهاش نهائيا، كاين الامريكيين ما عمرو شاف الحب الرشاد بعينين. غادي نشوفوا الاهميه ديال هذه الحبوب اللي نساوها، ونشوفوا الاهميه ديال النشويات اللي عطاوها للحيوان. شنو قالوا؟ قالوا غناكلوا اللحوم والفرماج، يعني الاجبان والالبان، لان دي بروتين نوبل، هادو مزيانين. وغادي ناكلوا الخبز الابيض، نحيدوا النخاله نعطيوها للحيوان، والشعير والذره نعلفوا للحيوان، وناكلوا اللحوم. هكا كان يعني الوضع. وصلت هذه القضيه هذه، وصلت حتى ولاو المعلمين والاساتذه في الكوليج. انا ملي قريت في بن عباد في السطات، كان الاستاذ ديالنا في الكوليج كان تيقول لنا خصكم تاكلوا اللحم واخا غير بيضه في النهار، كانوا تيقولوا لنا. يعني وصلت حتى ولات دخلت التعليم. من ثم بدا الانتاج بكثره، بدا الانتاج بسرعه، يعني بداوا الهرمونات ليزوستروجين، عاد منعتهم اوروبا حتى 1990 عاد منعوا ليزوستروجين. بداو كيديروا الهرمونات باش يسمنوا دغيا، بداو كيديروا دي فورميل باش الانتاج السريع، من اللي جا الدجاج والبيبي وداك الشيء داروا لي 40 يوم الكوارا المسائل هذيك الشيء باش يديروا انتاج كثره الانتاج. شنو وقع؟ وقع ان 50% كيموتوا بامراض القلب والشرايين. كيموتوا بامراض القلب والشرايين، ما غاديش تستافدوا منها. 50% كتموت من الامراض، ما غتستافدوش منها يعني. ولكن الا هي نفسها زدت عليها واحد الكلمه، حيت هذه القضيه البيداغوجي هذه كتسمى سيونس دي ديسكور، كيفاش تخاطب الناس. راه حتى هو قريناه، عزلونا في واحد الجبل وجا عندنا واحد كلود عنده 60 عام كيقرينا سيونس دي ديسكور، كيفاش تهضر مع الناس. سيونس دي ديسكور حتى هي قريتها سيمانه، من الاثنين حتى السبت حنا كنقراو من الثمانيه حتى السته، كيفاش تهضر مع الناس، وخصك توقف وخصك تضحك وخصك دير براسك راك انت عارف، وعندك لا تخلع قدام الناس، وعندك هذاك الشيء. علاش ما عندنا لا تراك لا والو؟ تكون 3000 ولا يكون 3 عندنا بحال بحال، خاطر كاع الكاميرات مصوا لينا وجوهنا. خير ان شاء الله.
والله من اجلكم، انا من اجلكم والله ان شاء الله يكون باقي لحد الان. ما عمرني خدت الدواء، فيزيت ميديكال ما كايناش، ما عمرني مرضت ان شاء الله. ونطلب من الله سبحانه وتعالى يخليني حتى نلقاه، نطلب من الله يخليني هكا حتى نلقاه، ما يقيسني حد، ما يشوفني حد، حتى ولادي والصيف قلت لهم المرض غطيوني تنموت. اجل بيدي صافي، بلا ما انا عارف اشنو كاين، ما تديوليش. بداو 50% كيموتوا باللحم، دابا مزيان يعني 50% كيموتوا بامراض القلب والشرايين صافي، يعني كنقولوا بالفرنسيه. ولكن الا قلت لكم 50% كيموتوا باللحوم، دابا مزيان، دابا غتفهموا شنو كاين. 50% كيموتوا باللحم لان امراض القلب والشرايين تاتي من اللحوم. ملي شافوا 50% كتموت بامراض القلب والشرايين، وال 50% الاخرى شنو فيها؟ فيها سرطان الثدي رقم واحد، سرطان القولون، سرطان البروستاتا عند الرجال، وفيها الخلل الهرموني عند النساء، وفيها الحجر في المراره. اذا زدنا على السكري وارتفاع الضغط والشحوم الثلاثيه مع الكوليسترول في الدم، يعني غنلقاو هذيك 50% اللي تبقات فيها واحد 2% ولا 1% ديال حوادث السير وديال الناس اللي كيموتوا هكا، يعني النص كيموت باللحم. هذوك العلماء بداو كيغوتوا، علماء التغذيه وشكون اللي سمعهم، بداو كيغوتوا تيقولوا ستوب، يعني نو ميت، يعني ما تاكلوش اللحم، رجعوا للنخاله والفصه. يعني باش نوريكم زعما عندك ما تبقاو تثقوا باي حاجه، زعما راه الغرب متقدم وراه كيقول حوايج ما تقدم والو في هذه الناحيه. علم التغذيه متاخر فيه الغرب، الامريكي ما تيعرفش اش كياكل، خصو يعصب عينيه وياكل، ما كيعرفش اش كياكل. ولا الالماني ولا الفرنسي ولا البريطاني ما كيعرفوش اش كياكل. ملي كيتحط ماده قدامه العاد بالو ديك الماده راه تغدى ولا ما تغداش. وانتم كتحسبوا على ولادكم، كتعطيو لولادكم ساندويتش وكتقولوا للولد راه كاين، راه ما كاينش. لان داك الساندويتش كتعطيو للولد راه ما فيه حتى شي حاجه مغذيه، بسكويتات وشوكولاتات وكشي كتعطيو للولد ما فيه حتى شي، يعني با نيتريسيوني، ما فيه حتى شي حاجه مغذيه. المشروبات الغازيه ملي كنشربوهم شنو فيهم؟ فيهم شي حاجه مغذيه. مشروب غازي ملي كتشربو واش فيه شي حاجه مغذيه؟ الله يرضي عليكم، واش هما المغذيات؟ هما البروتينات، هما الدهون، هما السكريات، هما الناس، واش فيه شي حاجه مغذيه؟ ما فيهش، ما فيهش، ما فيهش. السكر اللي فيه كيماوي، الاسبارتام ولا الشفوات البوتاسيوم ولا السيكلاماتوماتين، هادو سيدي سكر، سيدي دو الكورون، سيدي سكر كيميك، الجسم ما كيعرفهمش، كيدخلوا ويخرجوا. الاسبارتام ما كيديجير، فيه سكر كيميك وفيه اسيديفي بار لاسيد فوسفوريك، ماشي سيلفيريك، ثم فيه الماء وفيه كولورون وفيه بعض المنكهات، ربما يديروا دي زويل ليسونسييل ولا حاجه هكا. باش مشروب غازي ليس مغذي، ليس مغذي، خصنا شي عفوا حاجه ليست مغذيه، علاش غندخلها للجسم ديالي؟ علاش غندخلها؟ هل الناس يفهموك؟ فملي بدا هذا الوضع هذا كيبان لي السي عمر بحال يبغى يسد عليا، ها بغى يحبسني، انا غادي نحبس، انا غادي نحبس 10 دقائق باش الناس، باش الناس غير يعرفوا ملي بغاو يسولوا يعرفوا علاش. بغيت هذوك لي مالادي اللي جايين باغيين يسولوا عليهم، بغيت نجاوب بلا ما يسولوا باش تربحوا الوقت، باش يسولوني على الامراض اللي غادي تكون من هنا ل 2020 و 25 98. قلت لهم غتكون الامراض المناعيه في المغرب اكثر من اوروبا، كيضحكوا عليا وعليا كنت قلت واحد الحاجه شويه، علاش انا خصك تتجاوز شويه، تستفز الناس، خصك ما استفزيتيش الناس ما كتسمعش محاضر، خصك تستفز الناس باش تقلقهم باش يبقى يفكر فيها ويدورها ويفهمها ولا كاع عليه يفهمها ويقعد. يعني انا ما استفزيناش الناس، ما احنا ما كنغنيوش بالكمانجه، واش انت ولا اللي ما كيغني يغني بالكمانجه؟ راه كيغني كيعجب الناس، كيصفطوا كيغوتوا كيلوحوا حوايجهم ونوضوا يشطحوا كيمشوا بحالهم، ولكن المحاضر اللي غيستافدوا من الناس خصنا نستفزوهم على الاقل باش يعرف شنو كاين. علاش سرطان الثدي؟ علاش سرطان القولون؟ علاش امراض القلب والشرايين؟ علاش حجر في المراره؟ علاش الخلل الهرموني عند النساء؟ علاش البروستات عند الرجاله؟ علاش هذه الامراض بالذات؟ ولا احد يقدر ينكر هذا واقع، ماشي بحث علمي، لا احد في العالم في الغرب ولا في الشرق يقدر ينكر هذه الحقيقه. سرطان الثدي هو الاول، ما يقدر حتى واحد ينكر. سرطان البروستات عند الرجال هو الاول، ما يقدر حتى واحد ينكر. الحجر في المراره، العيالات في المغرب ماشي في فرنسا، العيالات في المغرب كلهم خصهم يحيدوا المراره. الغده الدرقيه، ما يقدر حتى واحد ينكر الغده الدرقيه، ماشي العيالات خصهم يحيدوها. علاش؟ لان المسائل اللي كيعيشوا عليها، المسائل اللي كياكلوها، هي فيها اسباب ديال الغده الدرقيه. ما غاداش يعني الغده الدرقيه ما كتمرضش هكذا فجاه، كاين نقص اليود في تحنوت وفي ازيلال، نعم الناس عندهم الكواتر تم اللي عندهم نقص اليود، ولكن الغده الدرقيه ولا دابا ملتي نوديلار، دابا ولا فيها سواء اورام اللي كاينين في الغده الدرقيه. هاد الاورام هادو كيجيو من نقص العناصر اللي كتمتص اليود، اللي هي فيتامين ك وفيتامين ا. فين كاينه فيتامين ا وفيتامين ك؟ كاينه في الاوراق الخضراء، كاينه في القرنينه، وكاينه في التبش، وكاينه في الزرنيج، وكاينه في الخبيزه، وكاينه في الحريقه، وكاينه في السلك، وكاينه في الحميضه، وكاينه حتى في الكرفس والمعدنوس والخضر. واش الناس باقيين كياكلوا هاد الخشاش ديال الارض؟ ما بقاوش كياكلوا. اذا اللي ناقص عند الناس ماشي اليود، اللي ناقص هو الفيتامين ك والفيتامين ا، هما اللي ناقصين. الا نقصوا هادو كينقص اليود. ناقص السيلينيوم وزايد الالومنيوم الرصاص، بلومب ولا الالومنيوم. الالومنيوم الرصاص كينقصوا من اليود، كيحبسوه انيبي، ما كيخليوش يعني هذه الغده الدرقيه تاخذ اليود. علي يعني الغده الدرقيه فيها 15 عنصر، ماشي غير
نقص اليود. دابا علينا يقولوا الناس غير نقص اليود، ماشي نقص اليود، الله يجازيك بخير، ماشي نقص اليود. فاش جمعوا واحد سته ومعاهم واحد جوج معانا من الرياضي، واحد الكوميتي كانوا فيها سته الناس منهم جوج من الرياضي، من الحسن الثاني الزراعه والبيطره في وزاره الصحه، هي فين قرروا باش تزاد اليود الملحه ويعموها على المغرب. انا كنت كونتر، انا كنت ما علاش غتعمم اليود على الملح على المغاربه. حنا درنا تحفظ، جمعيه حمايه المستهلك كتبنا تحفظ، كتبنا تحفظ كتابي ماشي باش الحجه ديالنا تبقى عندنا. لا تيقولوا ها انتم على اللي قلنا، نقولوا ماشي اللي قلتوها نقولوا لكم لا لا، ماشي انتم ما عيطينش علينا وداخلين سادين عليكم وزيدوا اليود المغاربه في الملح، هذا ماشي معقول. هذا الامر خصو يدوز في البرلمان وخصو يتسمع ويتقال في الاعلام ويداروا ندوات مسائل، ماشي نقرروا 30 مليون نزيدوها اليود هكا، يعني شخص يدخل يسد عليه المكتب ديالو ويقرر، ماشي معقول. هذا كاين باحثين وكاين علماء وكاين ماشي غير انا، يعني كاين باحثين على الاخر، مهندس عندنا في الصناعه الغذائيه راه غتسولوا على هذه المسائل غادي يجاوب اخر مهندس عندنا في معهد الحسن الثاني خبير في علم التغذيه. ولكن الناس لا لا اله الا الله خير ان شاء الله. نزيد نكمل على هذه القضيه هذه، علاش سرطان الثدي؟ سرطان الثدي كيجي الاسباب ديالو بسيطه جدا، طبعا يعني السرطان ما عندوش سبب واحد، عنده اسباب، عنده مجموعه اسباب، يعني ملتي كيسموها الاطباء كيتكلموا على الملتي فاكتوريال، يعني عنده بزاف ديال الاسباب. ملي النظام الغذائي كيولي فيه الكوليسترول والدسم طالع وكينقص فيه الفيتوستروجين، المراه معرضه لسرطان الثدي والراجل معرض لسرطان البروست. علاش؟ لان هاد الاعضاء كنسموه حنا هما لي كونسير هرمونو ديبوندون، هاد السرطانات هذه كتعلق بالهرمونات، البروستات، المبيض، عنق الرحم والثدي، هادو اعضاء يعني كيخدموا يعني تحت التاثير ديال الهرمونات. يعني ملي في الغرب النساء اش كياكلوا؟ كياكلوا الالبان فيهم كوليسترول الدسم، اللحوم فيهم كوليسترول الدسم، في غياب النخاله والشعير والذرة والخشاش ديال الارض اللي فيه لي زونتي اوكسيدون مع الفيتوستروجين، طبعا عندها سرطان الثدي، معرضه، ماشي عندها، معرضه سرطان الثدي، ممكن تخرجوا في اي وقت. حتى في المغرب ملي درنا استقراء راكم شفتوا ان سرطان الثدي يقل، ماشي ما كاينش، كاين في البوادي ولكن يقل في البوادي، ولكن في المدن سرطان الثدي حديث ولا حرج. لان في المدن النساء كياكلوا اللحم يوميا، ما بقاوش كياكلوا النخاله حمراء، ما بقاوش كياكلوا الشعير والذرة، ما بقاوش كياكلوا الخشاش في الارض، كيفوروا عليك كيديروا عليك كسكس ولا طعام ولا حاجه، ما بقاوش كياكلوا الخبز ابيض، ماشي الخبز ابيض دابا البانيني ولا اكثر من ذلك، يعني يقولوا اما كياكلوا اما هاد العجائن، اما خبز ابيض، اما اشياء ما عندهاش فيتوستروجين. الفيتوستروجين كيكون في النخاله، وقلنا الفيتوستروجين كيكون في الحبوب الغذائيه اللي هي حبه حلاوه والنافع والكرويه والحب رشاد وزريعة الكتان والسانوج والحلبه والمسائل، هادو فيهم فيتوستروجين. كاين فيتوستروجين حتى في بعض المنتوجات ديال النحل حتى هي فيتوستروجينيك بحال البروبوليس بحال جولي رويال. فهاد يعني هاد النظام الغذائي ديال الغرب اللي بدا كياكل اللحم والفرماج وبطل الحبوب النشويه، بطل الحبوب اللي عنده سرطان الثدي. علاش؟ لان فيتوستروجين فيها ليليجنين، هادو النخاله ديال القمح والشعير والذره وهذاك الشيء، كاين لالينين، لالينين معروفه، لالينين كتعطي لينيان في البزوله وكتحول لونتيرولاكتون في هادو لي سيلول مامير كتحبس السرطان، لونتيرولاكتون لونتيروديول هادو جوج مكونين كيحبسوا السرطان. ملي كيتزاد عليهم حمض الاوميغا 3 اللي كاين في اللوز والقرقاع وزريعه الكتان والزنجلان وحب الرشاد، يعني المراه كتكون مامنه ضد السرطان، ولكن لا نضمن لها لاننا غنجرؤوا على الله سبحانه وتعالى، حيت كاين الابتلاء، كاين الابتلاء من الله، ما نقدروش نقولوا للناس ما غيمرضوش، لا يمكن، يعني الله سبحانه وتعالى هو غير، ما كاين اسباب علميه باش نوريو للناس باش يتفاداو هذه المسائل. على سرطان البروستات هو نفس الشيء، لان البروستات كتخدم على الهرمونات، ملي كيكونوا لي فيتوستروجين في الماكله بحال مثلا حب الرشاد كينفع الرجال اكثر من النساء، زريعه الكتان كتنفع الرجال اكثر من النساء، حبه حلاوه والنافع والكرويه كينفعوا النساء اكثر من الرجال، السانوج كينفعهم بجوج، الحلبه كتنفع بجوج، يعني كيف ما كان الحال ملي كنديروا السانوج في الخبز، العيالات من قبل كانوا كيعجنوا بالسانوج وحبه حلاوه والنافع، معنى الخبز بالنخاله مخمر بالخميره البلديه فيه السانوج وحبه حلاوه والنافع، كانوا العيالات من المستحيل يديروا سرطان، ما كانش سرطان الوقت اللي كانوا الناس كيخمروا بالخميره البلديه كيلوحوا السانوج وحبه حلاوه والنافع. علاش؟ لان عندك لينيان ديال النخاله، لالينين ديال النخاله، وعندك الفيتوستروجين ديال حبه الحلاوه والنافع والسانوج، وعندك لي زونتي اوكسيدون لانيجيلين اللي كاينه في السانوج، وعندك لانيتول اللي كاينه في حبه الحلاوه والنافع، هادو كيحبسوا يعني السرطان. لان ما كانوش كياكلوا العيالات، ما كان النساء ما كانوش كياكلوا لحوم بكثره ولا اجبان، فروماج ما كانوش كياكلوا في البوادي، يعني المغاربه ما كان المغاربه ما كياكلوش فروماج. حتى الصانع المغربي شويه خصنا نفهموا عليه، ما بغاش يفهم راه غنفهموا عليه بطريقتنا. المغاربه ماشي شعب ديال الفروماج، المغاربه شعب ديال السمن وديال الزبده البلديه وديال اللبن وديال الكليله. المقال ديال اليوم هضرت على الكليله وساهله في، انا متيقن ان الناس اللي غادي يمشيو يديروها
هي تتاخذ 3 دقائق والناس اللي غاديين يذوقوها غادي يبقاو يصايبوها يوميا. اللبن الحامض كاين وكاين اللبن الموجود يسخنوه ويغوتيو ويحيدوا منه الماء كيمشي الكوليسترول للزبده كتبقى لي بروتين بيور كيبقاو البروتينات خالص. العينات اللي كيردعوا الاطفال الصغار والناس الكبار اللي ما تلاوش يقدروا يهضموا، الناس اللي عندهم السكر والناس اللي عندهم هذا كان ممكن كلشي ياكل هذيك الليله هذه يعني غنيه كان عليهم. كانوا كياخذوها الناس اللي كيخدموا في الحقول اللي كينقيو الزرع اللي كيحصدوا اللي كتعطي قوه للجسم يعني بروتين الجسم كيخصو هذا. نرجع نكمل هذا الامر هذا علاش سرطان القولون علاش سرطان المصران كثر كولوريكتال هذا، لان هذوك الالياف الغذائيه اللي ما كتهضمش نخاله هي اللي كتشطب الجسم. الله سبحانه وتعالى خلق اشياء للطاقه كتعطيك طاقه باش تخدم اللي هي البروتين السكر والدهون اللي كنسميهم لي تروا ماتيير ديال ماتيير فيفونت هادو لي كومبوزونت ولا ماتيير فيفونت هما البروتينات هما الدهنيات هما السكر ثلاثه هادو كيعطوك الطاقه هادو باش كيحيي الجسم. خلق اشياء املاح معدنيه، الاملاح المعدنيه هما اللي كيسويو لي زونزيم وكيسويو الفيزيولوجي ديال الجسم. الفيتامينات هما الانزيمات هما اللي كيحيا بهم الجسم، بدون فيتامينات ما كاينش. هما لي زونزيم لي فيتامين هما لي زونزيم. وخلق الله يعني مركبات كتمنع الامراض على الجسم اللي هي المضادات للاكسده، وخلق الله الفيتوستروجينات اللي كيضبطوا يعني الجسم كله، هرمونات هما اللي كيضبطوا الجسم. القلب كيعمل تحت مراقبه هرمونيه، كذلك الكليه، كذلك المعده، المعده عندها هرمون الجريلين. فهذه المسائل اللي خلق الله هكا في الطبيعه، الا ما خدناش الا كانت ناقصه في التغذيه، مضادات الاكسده ناقصين عليا. الالمانيين هما اللي تنبهوا لهذه القضيه ان المضادات الاكسده ناقصين في التغذيه الغربيه وانهم هما سبب الامراض، لان 35 ملي جرام ديال المضادات الاكسده خص ياخذ الجسم في اليوم. كاين اللي ما كياخذش منها حتى 0.1. الا خديتي فاست فود، خديتي همبرجر مع الفريت مع البانيني مع مشروب غازي، عندك صفر مضاد للاكسده، صفر مضاد للاكسده ما عندكش، الجسم ديالك ما محفوظش. خلق الله اشياء قويه جدا في النبات هي اللي كنشطبوا بها الجسم من الداخل، كننظفوا الجسم من الداخل، اللي هي الالياف. الالياف ما كتهضمش ولكن هي اللي كتخرج الفضلات من الجسم، كنسميوها حنا لو سيبور ميكانيك، لا ماتريس ميكانيك، هذه سوليد، هي اللي كتخرج الفضلات من الجسم. ملي كينقصوا الالياف الغذائيه كتعطل الفضلات في الجسم ما كتخرجش. كاينين الناس اللي ما كيمشيوش الشرف الله وقدركم للمرحاض على 10 ايام، ما بغيتش نقول يومين، كاينين الناس 10 ايام ما مشاو للمرحاض. تصور الشخص اللي ما مشاش 10 ايام للمرحاض هذا يعني مريض 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 3 مرات. ماشي كونستيباسيون، هادو اللي كياكلوا اللحم كثير ما كياكلوش النبات ماشي امساك، كيتعطلوا في المرحاض. علاش؟ لان المصران كيكون مشحم، ملي كديك الميزونتير ملي كيشحم كتضغط على المصران كيضيق، لو سيبور ميكانيك اللي غادي يدفع الفضلات ما كاينش، كياكل اللحم، كيبقى داكشي لاصق تما، كيبقى المصران يمص كلشي داكشي المواد السامة، كيبقى يمصها المصران. شنو المواد السامة؟ ملي كتجي من الهضم ديال اللحم ديال البروتينات، ملي كيتهضموا البروتينات، البروتينات اش عندهم؟ عندهم جوج تريوس، راس في ان اتش 2 وراس في سي او اتش، ليزاسيد امين، حيت ليزاسيد امين ملي كنديروا السلسلة كنربطوا واحد مع واحد. لابد ما يشيط لنا هذا، يشيط لنا الرجلين ديال واحد والراس ديال واحد، ياك الرجلين هما لي ناشدو والراس ديال الاخر هو سي او اش. كيتقطعوا واش كيعطيو؟ كيعطيو لاسيتالديد، كيعطيو لي مونوكاربين هادو، وكيعطيو لي ناشتر ولا مونياك، ودوك لي بون سولفوري ديال البروتينات اللي شادين البروتين ستركتور كواترنال ملي كيتقطعوا كيعطيو لاج دوزيس، لامونياك زائد لاج دوزيس زائد لاسيتالديد زائد لي مونوكاربين زائد الهيدروجين زائد سي او سي او 2 شنو هما الجذور الحره يساوي سرطان القولون. كيضرب الجدار هذا، كيضرب هذيك لا ليمير انتستينال، كيهرسها، كتولي انفلاماسيون يعني كيولي التهاب كرون كولوباتي فونكسيونيل ار سي اش هذاك القولو العصبي، كتولي دابور واحد لانفلاماسيون كيولي الناس يلوحوا الدم شرف الله قدركم، كيولي حريق، كيولي انتفاخ، كيولي عليه قولو العصبي. تقريبا 70% ديال الناس اللي عندهم هذا النظام الغربي عندهم قولو العصبي، اللي ما عندوش القولو العصبي عنده كولوباتي فونكسيون، ما عندوش عنده كرون، اللي ما عندوش هادشي عنده البواسر. هاد الاشياء هادي كتجي من اللحوم، اللحوم هي اللي كتسبب هاد المسائل. يعني هنا سرطان القولون علاش؟ عنده علاقه مع اللحوم، لان ملي ما كتاكلش النبات وكتاكل اللحم هذاك الشيء كيبقى مجمع تما، طبعا عندك سرطان القولون. يعني هادي ما فيهاش، هادي مساله مفروغ منها. الناس اللي كياكلوا النبات شنو كيوقع؟ الناس اللي كياكلوا النبات هذاك النبات ما كيخليش الفضلات تبقى في القولون، كيخرجها. الناس اللي كيمشيو للمرحاض يوميا من المستحيل يديروا سرطان القولون. ما غادا تجيكم شويه غريبه، ممكن تمشي للمرحاض يوميا بدون اي مشكل، لكن النظام عالي. حنا كنعرفوا النظام مضبوط ملي كنمشيو للمرحاض يوميا. انا الا ما مشيتش للمرحاض يوميا كنعرف بانني كنت معروض وكلت اللحم ولا درت شي حاجه شي غسله. يوميا خاصك تمشي للمرحاض. علاش؟ خاص الفضلات يكونوا في اقرب وقت يخرجوا من الجسم باش ما يكونش امتصاص، لان الانسان
خلق الله يمتص من المستقيم بوليفاجي. الفئران ما كيمتصوش من 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 الريكتوم يعني من المستقيم. الفار لي با بوليفاجيك لومي بوليف. هذاك الشيء علاش الطبيب كيعطيك ادويه ديال دي سيبوزيتوار، ادويه كتخاض من الريكتوم، لان الريكتوم كيمتص 100% وما كيخسرش الدواء. الادويه الا دازت من الريكتوم احسن من الادويه اللي كتشربها، لان الادويه اللي كتشربها كتضيع واحد 30% في المعده، لان كاين البيبسين وكاين لاسيديتي.